جهود كبيرة بذلتها مصر في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة جائحة كورونا، حيث وضعت الخطط والاستراتيجيات الشاملة التي مكنتها من التعامل السريع والفعال مع الأزمة على مختلف الأصعدة. كما سرعت الدولة الخطى من أجل توفير اللقاحات لتطلق حملة وطنية للتطعيم، إلى جانب تبني استراتيجية قومية تعمل على رفع كفاءة المؤسسات الطبية وتوفير معامل لتلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية. الوباء ما زال مستمر. حرصنا لابد ان هو يستمر. واجراءاتنا في الحفاظ على نفسنا تستمر. ان اللقاح الحقيقي هو الوعي في التعامل مع الوباء. وبالنسبة لطلاب المدارس والجامعات، حرصت الدولة على توفير اللقاحات وتطبيق تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية والالتزام بالتباعد البدني وارتداء الكمامات واستخدام مطهرات الأيدي. وحرصا من الحكومة على إلزام المواطنين بتلقي لقاح كورونا، فقررت عدم السماح